مشاهدي بيت للكل، يسعد مساكم بكل الخير والمحبة والسلام في شهر رمضان المبارك اللي منكمل فيه سلسلة حلقاتنا المميزة والمتنوعة من بلداننا العربية، فلسطين، العراق، الأردن ومصر. اليوم حلقتنا رح نتحدث فيها عن التراث الحضاري وتحديداً التراث الإسلامي كجزء من تكوين الهوية العربية وتاريخنا ومسيرتنا عبر الزمن. نعم يا ياسمين، أكيد اليوم حلقتنا حلقة مميزة للغاية من خلال برنامجنا العربي بيت للكل، فتحيات وتقدير لكل زملائي في برنامجنا بيت للكل، وأكيد كل من يتابعنا من خلال هذا البرنامج العربي. اليوم حلقتنا راح تكون مختلفة تماماً، هو معالم تراثية إسلامية موجودة في مصر والأردن وفلسطين والعراق، وهناك من يتركها أثر لو قلبت أنظارنا الصور، وهناك من يبحث عن شبيه بالحرف بالميدان بالوتر، وباختلاف الأزمنة تتسابق الأيام نحو الأمكنة، ونحن اليوم نتواجد في أحد الأماكن التراثية الإسلامية المعمارية القديمة. نحن في منطقة القلعة، بالخلف القلعة، وعلى يميني المسجد الرفاعي، وعلى الشمال مسجد السلطان حسن. هذا المسجد العتيق الجميل، الأثار، الحضارة الإسلامية. مسجد الرفاعي من المساجد الأثرية الهامة جداً القديمة، ولكن أيضاً مسجد السلطان حسن من الأماكن العتيقة الجميلة. عندما تنظر إلى المسجد على طول تتذكر الحضارة الإسلامية، وتتذكر أولاً أنه درة العمارة الإسلامية. مسجد السلطان حسن لم يكن فقط مسجد، ولكنه كان مدرسة للعلوم وتفسير القرآن وفقه والدين وكل علوم الدنيا. هذه المنطقة العتيقة تتحدث عن التاريخ والأثار الإسلامية. اليوم نحن توجهنا إلى شرق العاصمة عمان، تحديداً من موقع أهل الكهف، متواجدين لحتى ننقل صورة عن هذا الموقع اللي بيحمل قيمة تاريخية دينية عميقة. هذا المعلم يعتبر من أهم المعالم السياحية في الأردن. خليكم معنا لحتى نروح جولة ونتعرف أكثر على هذا الموقع.